بص كده once more you'll consider e بيساوي r square. يعني معناها ان ال a زاوية سبيس ان r2. بيقول and define addition and scalar multiplication as follows. بص على الاديشن اللي انا مديهولك وبص على الاسكالر مالتيبليكيشن. انت واخد بالك ان الاسكالر مالتيبليكيشن اللي انا مديهولك بيقول ايه؟ الديفينيشن بتاعه بيقول ايه؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ انا مالتيبلاي فيرست ان لو انا ضربت اي رقم في اي 1 و اي 2 ايه المحصله؟ هيبقى الفا في اي 1 بس الاي 2 0 كده الـ A2 كله. لا حضرتك فاهمين اقول ايه؟ كده الـ A2 تاني بعيد، ولكن هتكلم على الفيكتور سبيس اللي فيه كام كونديشن او اللي متعرف فيه الاديشن بالاسلوب ده. اي تو فيكتورز اي 1 اي 2 اي فيكتورز اي 1 اي 2 اي 2 ذير اديشن ويل بي اي 1 بلس بي 1 اي 2 بلس بي 2. بس خلي بالك من المالتيبليكيشن، انا معرفهولك مش المالتيبليكيشن اللي انت عارفه، لا معرفك المالتيبليكيشن. الفا تايمز اي 1 و اي 2 هيساوي الفا اي 1 اند 0. يبقى اي 2 0 اي حاجه ولا بتاع ده بس؟ يعني ايه؟ كل حاجه. انا بعرفك نوع جديد من المالتيبليكيشن، يعني ده طريقه مالتيبليكيشن افكتيف. مظبوط. انا لسه بقولها لك دلوقتي، مش المالتيبليكيشن في سكالر اللي انت عارفه. ده مالتيبليكيشن سكالر اللي انت عارفه معناه ان الفا هيبقى الفا اي 1 و الفا اي 2، صح؟ لا انسى دي. الكونديشنز اللي انا مديهم لك خلي بالك، لو بتعمل اديشن اوكي، لكن لو بتعمل مالتيبليكيشن في سكالر مش زي ما انت عايز. لا انت هتقرا الالفا في الفيرست كومبوننت، بس السكند كومبوننت لازم تبقى كام؟ سيزي. هو بيسألك قول لي الريزون، قول لي السبب ان ده مش فيكتور سبيس. طيب هحل دي ازاي؟ اهو بيقول لك فرق ال A1 B1 بوكس و R2 اند الفا بوكس رول ذات ان R2 بالوضع اللي انا عملت لك عليه ديسكربشن والاديشن والمالتيبليكيشن از نوت اريال فيكتور سبيس. اتس ريلي فيري سمبل تو بروف. All I have to do is to remember the addition rules. The addition rules and the multiplication. All the addition components already exist. Such as u plus v, it will develop a new vector which belongs to this vector space. If you have u, v, and w, so if you have a1, a2, b1, b2, c1, c2, it will lead to also a vector admitting an addition process. If you have u plus v, and it will equal to v plus u according to the addition rule is given to you. Also, zero which belongs to v, or v belongs to, or v, zero, the null vector admits that any vector of these two vectors, if it was added on the null, so a1, a2 plus zero, zero, the result will be a1 and a2. And vice versa, it isn't that already approved. Now I am the negative A1 negative A2 وأدد on A1 and A2 in addition to the proof إن عليك عمل الكونفكت. So all of these rules are okay. Just only this rule. Once you start multiplying by scalar A times V, it will develop. It's not gonna belong to the set of vectors which contain two values. لو أنا جبت A وجبت الرابعة في ألفا 1 وألفا 2 مش هتدي لك element الفا 1 والفا 2، هتدي لك الفا A و 0، يعني مش نفس الشيء. يبقى الفيلير ان ده يبقى فيكتور سبيس جاي من الجزء بتاع مين؟ بتاع المالتيبليكيشن مش بتاع الاديشن. اتفضل. هو دلوقتي ده معناه ان A2 ب 0 وخلاص، وهي دي فيكتور سبيس بتاعتنا ايه؟ كده معناها ان A2 ب 0 وخلاص. مش ده مش ب 0 وخلاص. انا مديك من البدايه ان الـ A والـ B دول بلونجز تو مين؟ أي أرقام. بس عملية المالتيبليكيشن إن ذيس فيكتور سبيس إن سبيسيفيك، لو بضرب في سكالر بيتضرب في الفيرست كومبوننت بس، السكند بزيرو. يبقى ده معناه إن هو بزيرو. يبقى هو زيرو فور إيفر. فده معناه إن الديفينيشن بتاع المالتيبليكيشن مش هيديفولف أفكتور زي
كام؟ طب احنا ما ينفعش ندوس من كده ان الـ A2 اصلا في الاول بزيرو ويبقى ما قلتلكش انا كده، انا سامح لك ان الـ A2 في البدايه على الاديشن تبقى اني فاليو. ماشي الحال؟ ده هيبقى شيب مختلف عن الشيبس بتاعت الفيكتورز اللي اوريدي اكزيست. فان ده السبب بتاع ان ده ما هوش فيكتور سبيس. المالتيبليكيشن باي ستار. طيب السكند 4.6 و4.7 بص اوف ذيم اوريدي فيري سمبل. 4.6 بيقول لك فيه هات لي النال فيكتور بتاع الشيبس دي. لو انا عندي فيكتور سبيس لونج تو ار 4. النال فيكتور بتاعي واللي تحتيه اذا كان 2 3 تبقى ماتريكس 2 باي 3 كلهم زيروز. برضه السؤال اللي عليه سهل قوي لان هو بيقول لك ستيت ذا اوبوزيت فور اديشن اوف ايتش اوف ذيس فورمز. الاولاني هي 1 2 نيجاتيف 3 0 وبرضه ده 3 تقريبا. طيب بص كده على الست دكتور يعني حاجه تبقى فيه بيقول ديترمن ويتش اوف ذا فورمينج سيتس ار سب سبيسز اوف ذا كورسبوندينج فيكتور سبيس. انا مدي لك ست which is A and B belongs to a square. بس such that ان ال A must be greater than or equal to zero. اوكي؟ هل ده يعتبر sub vector space no. من R2؟ اه oh. اه oh. اه ينفع عشان الـ equal. ليه بقى؟ ايه؟ عشان الـ equal. عشان الـ equal. ليه؟ عشان كده انت عندك null vector which is zero zero. اولا بس سؤال هو السب فيكتور سبيس اللي انا بتكلم عليه بيريبريزنت ايه بالنسبه لار 2؟ يعني الواي اكسس؟ لا الاكس اكسس لا الهاف اكسس الهاف اوف ار 2 اذا كان ده اكس وده واي وده كده يعتبر ار 2 اللي هو ال 2 دايمنشن. انا بتكلم على كل الفيكتورز اللي موجوده بس في الرايت بوت. يبقى اذا ده الجزء اللي انا بتكلم عليه الجزء البوزيتيف اللي فيه الكومبوننتس تقدر من عند الزيرو الى الاخر اللي هو الواي معاك الجزء كله الواي معاك فوق تحت. لاحظ ان دايما اي وبي لونج ستور سكوير اندر ذيس كونديشن ويل ابروف ذا اديشن ويل ابروف ذا مالتيبليكيشن اند اولسو ذا نال فيكتور ويتش از ذا اوريجن اوريدي اكزيست ان ذيس فيكتور سبيس. طيب لو سمحت الثلاثة فيكتورز دول اللي هم تريبل 0 0 1 0 0 نيجاتيف 1 and 0 هل دول ينفعوا سب فيكتور سبيس فروم ار 3؟ لا ينفع. ليه؟ لان برضه لو عملت الاديشن موجود مالتيبليكيشن موجود وكمان النال فيكتور موجود. ده ال واي اكسس ده مش واي اكسس ده مش واي اكسس ده 3 دايمنشن ده تريبل 0 ده تريبل 0 و 0 1 و 0 0 1 and 0 اوكي؟ خلصنا احنا بنتكلم على الثري دول بس. طبعا دول الكونديشن بتاعت سبجكت ده مهم. بص بيقول لك ان الار 3 كونسيدر ذا سيكونس. دي اخر حاجه انا قلتها قبل ما الكاميرا كانت تحصل مشكله في الفيديو. هنا بيقول انديكيت ويذر 1 negative 1 و 2 is a linear combination of the vectors in S. اعمل ايه؟ ها؟ فكر. حط اعمل ماتريكس. ايوه ايوه. اعمل ماتريكس. ها؟ الف دكتور الف سنه اقدر على طول اعمل ايه؟ زي ما انت قلت اكون سيستم اوف ايكويشنز. سيستم اوف ايكويشنز. يعني فيما معناه اقدر اقول ان في بيساوي الفا 1 times 1 0 and 1 يمرتب plus alpha 2 times 0 1 and 1 plus alpha 3 in 2 negative 1 and positive 1. اوكي؟ على طول الحركه اللي بعديها هكون السيستم اللي انا بكلمك عليه. السيستم بتاعي الاوبجكت ماتريكس بتاعته هيبقى ده شكلها. نيجاتيف 1 و 2 الفا 1 وبوستيف 1 بعدين 0 بعدين 2 والريزلت المفروض انها تبقى بوستيف 1 ذا سكند رو 0 0 1 بعدين 1 بعدين نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ذا ثيرد
الفاليو بتاعته تساوي كام؟ تساوي 2. وهتصوم السيستم ده تقدر تطلع الفاليوز دي الكومباينيشنز اللي هي الفا 1 والفا 2 والفا مين؟ والفا 3. يبقى انا كده جبت الفيكتور اللي هو 1 ونيجاتيف 1 و 2 ده لينير كومباينيشن فروم ذا ذيس سيكونس اوف فيكتورز ذات ويل جنريت ذيس سب سبيس. هتطلع لي الفا صب لي فلوس. ريجاردلس بقى انت كمله لان انا خلاص سالت. Justify that when we in 1 1 0 0 in a linear combination of the vectors of this. Okay? برضه نفس الكلام انا عايز توريني ان الفيكتور ده ينفع يبقى linear combination من اللي فوق. Okay? Okay. طيب we would show that it is possible to write in two different ways the vector 1 negative 1 here and the linear combination of the vectors in S. طبعا ده معناه ان انت لما تيجي تحل السيستم هيطلع لك انفاينايت نمبر اوف سوليوشنز. فهتختار تو فاليوز جاست اونلي تو فاليوز تو سبستيتيوت ويب هيطلعوا لك الفيكتورز الايه؟ الجديد. معايا يا سيدي؟ اوكي فاهم. نكست ليكتشر انا هحل اي ويل سولف ال لاست يير اكزام.